معكم مباشرة من بكفية. حزب الكتائب سبق وأعلن أمس أنه سيعلن اليوم الساعة 12 ظهرا موقفه من الانتخاب الفرعي في الكورة. مباشرة من بكفية معنا رئيس حزب الكتائب فخامة الرئيس الشيخ أمين الجميل. صباح الخير فخامة الرئيس. صباح الخير سي شربل. الوزير الداخلية سبق ووجه الدعوة إلى الهيئة الناخبة بالكورة لانتخاب خلف للنائب الراحل فريد حبيب، وامبارح عشية القوات اللبنانية رشحت رسميا الدكتور فادي كرم لهذا الانتخاب. ما هو الموقف الرسمي لحزب الكتائب من الانتخاب الفرعي في الكورة؟ توقف عند إعلان تنظيم الانتخابات بالكورة بعد وفاة المرحوم فريد حبيب، فهذا دليل على أنه المؤسسات اللبنانية بخير، ونحن سنستمر بدعم المؤسسات اللبنانية ولا سيما الاستحقاقات الدستورية حتى تنتظم حياتنا الدستورية وتنتظم المؤسسات ضمن القانون والدستور، وهذا هو ما يطمح له كل اللبنانيين. ويمكن كل هالمساعي اللي عم نعملها اليوم هي لتقوية الدولة، تقوية مؤسسات الدولة، الدولة تتحمل مسؤوليتها بكل الميادين بما فيها احترام المواعيد الدستورية وتعيين موعد للانتخابات ضمن المهل الدستورية. بموضوع الكورة بدنا بالأول نتذكر المرحوم فريد حبيب اللي بتربطنا فيه علاقة خاصة، وكان من المناضلين الكبار كل خلال المرحلة العصيبة اللي مر فيها لبنان، ونعرفه عن كسب وكان رفيق لنا ورفيق عزيز جدا، واستمرينا دائما على تواصل، وهو كان دائما ساعة خير بكل المناسبات، تكرارا له لعائلته لابنه لزوجته لعرملته كل العائلة وللقوات اللبنانية متقدم بأحر التعازي. وما في شك أنه مسيرته هي قدوة حتى لأجيال طالعة على صعيد المقاومة اللبنانية. هلأ نحن بحزب كتائب بتحالف مفروغ منا، يعني ما في لزوم لتأكيد على ذلك بهالمناسبة. نحن طبيعيا هالتحالف هذا تحالف أبعد من الانتخابات النيابية، وبالتالي هالانتخابات هي محطة من المحطات اللي عم نخوضها بمعركة طويلة عم نخوضها نحن والقوات وكل حلفائنا ب 14 أدار اليد باليد. ونحن بهالمناسبة هيدي الطبيعي انه نكون بجانب مرشح الدكتور فادي كرم، مرشح القوات اللبنانية الدكتور فادي كرم رح نكون بجانبه، رفاقنا رح يكونوا بجانبه، مراكز الحزبية رح تكون كذلك الامر معنية بهالمعركة الانتخابية حتى نأكد انه منطقة الكورة هي منطقة متمسكة بالمبادئ اللي نحن عم نناضل من أجلها، السيادة والحرية والتعددية واحترام الآخر وتقوية الدولة. كل هالمبادئ وهالأهداف اللي عم نناضل من أجلها هي كمان بجسدها أهالي الكورة مرة جديدة، وبدنا نبرهن بهالانتخابات أنه التوجه العام للشعب اللبناني بدءا من انتخابات الكورة هو لدعم هذا المسار، دعم هذه الأهداف، ولا شك بأنه بهالتعاون هذا بده يؤدي إلى النتيجة المرجوة، وبالنهاية ينتصر مرشح القوات اللبنانية دكتور فادي كرام اللي هو بنعتبره مرشحنا ومرشح فريق تحالف 14 أدار. عمليا فخامة الرئيس مرشح القوات اللبنانية معروف أنه في مكنة انتخابية لحزب الكتائب بمنطقة الكورة، هل ستكون بحالة تنسيق مع مكنة القوات اللبنانية يوم الانتخاب؟ نحن رح اليوم امبارح بلغنا أنه القوات أعلنت مرشحة، طبيعي أنه رح يكون في تواصل فورا مع القوات، وضع كل امكانيات الكتائب بتصرف القوات، المكنه الكتائبيه، المراكز الكتائبيه، حتى البيت المركزي كمان قد ما بيقدر يكون داعم لهالمسيره هيدي لهالانتخابات. رح نكون كلنا سوا يد وحده، ونتامل انه بنهايه الانتخابات يتاكد
للرأي العام اللبناني ويتأكد للرأي العام الدولي توجه اللبنانيين من خلال الخيار اللي بدهم ياخذوه بهالانتخابات، ويكون انتصار للحرية، انتصار للديمقراطية، انتصار للمبدأ التعددية، انتصار للدستور، انتصار لتقوية التيار، تقوية الدولة على حساب كل المساعي اللي عم بتحط من صلاحيات الدولة، لسيما مثل ما بنعرف القوى الأمنية والجيش اللي عم بينافسوا بعض القوى الأخرى. فنحن هذا تأكيد على مسارنا، تأكيد على كل الأهداف اللي قامت عليها 14 أدار، ورح تكون هذه مناسبة حتى تجاه الداخل والخارج نظهر أنه هذا هو رأي الشعب اللبناني وهذا هو مطلب الشعب اللبناني ويتجسد بهالانتخابات بالذات. فخامة الرئيس أمين الجميل، سؤال أخير، هل برأيك الانتخاب الفرعي بالكورة سيكون بروفا على الاستحقاق الانتخابي الأكبر سنة الجاي؟ هي كل منطقة لها خصوصيتها، إنما هيدي كمان مؤشر مهم، لأن الكورة منطقة مهمة، وهيدي فسيفساء يعني على مثال لبنان، فيها مجموعة من المذاهب والطوائف والأديان اللي عم تتكامل مع بعض البعض، عم تنصح مع بعض البعض بهالمنطقة بالذات، منطقة الكورة هي رح تكون نموذج، ما في شك رح تكون نموذج للانتخابات القادمة سنة 2013. بدي أتشكرك رئيس حزب